الله والحمد لله يا <applause> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كان كلامنا في الآيات أو الأدلة على البراءة الشرعية، وقلنا يستدل على البراءة الشرعية بالآيات والروايات. ذكرنا الايه الاولى اللي هي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وبينا الاستدلال بها وكيفيه الاستدلال وبينا الرد على أن هذه الآية تدل على المدعى وهو من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، والسيد الشهيد لم يرد على الشيخ الأنصاري، معنى ذلك أنه قد قبل, قد قبل باعتراض الشيخ الأنصاري عندنا الايه الثانيه التي يستدل بها على البراءه الشرعيه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني هنا هذه الايه تشير الى ان العذاب لا يكون من قبل الحكيم من قبل المولى الا بعد ان يبين للناس ثم الذي يلتزم بالتكاليف يكون خارج من العذاب والذي لا يلتزم عصيانا فهذا يعذب. فالله تبارك وتعالى في هذه الايه يشير الى ان او بحسب ما يستفي يستفيد المستدل بهذه الايه يقول ان الله تبارك وتعالى وقف العذاب على اي شيء؟ على الرسول والرسول ليس هو شخص الرسول بل الرسول هو عباره عن مثال البيان فاذا الله تبارك وتعالى كانما يريد القول باني لا اعاقب الا بعد البيان والبيان سواء كان علم سواء كان رسول سواء كان غير ذلك فكل ما لم ي... كل ما لم يصل الحكم كلما لم يعلم المكلف بالحكم فهذا يعني انه لا يتعرض للعقاب وهو قوله مثل البراءه الشرعيه يعني رفع عن امتي ما لا يعلمون يعني الله تبارك وتعالى هكذا قول المستدل الله تبارك وتعالى لا يعذب الشخص الا بعد ان ياتيه التكاليف ال التي قد علمها له السيد الشهيد هنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يقول هذا يمكن الاعتراض عليه ما هو هذا الاعتراض؟ شوفوا احنا عندنا مره هذا التكليف قد صدر من الشارع ولم يصل لي ومره لم يصدر من الشارع اصلا نحن في القاعدة العملية الثانوية نرى... نريد ماذا؟ نريد الأول يعني هذا التكليف صدر من الشارع ولكن لم يصلني فهنا ما دمت لم أعرف هذا التكليف فالله لا يعاقبني ولكن في هذه الايه وفي هذا الاستدلال قد يراد الثاني يعني ما هو الثاني يعني يراد بان العقاب منوط بالصدور مني سواء وصل الى المكلف ام لم يصل اليه لأنه ماذا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد بعثنا رسول السب هذا الرسول لم يصل إليك هذه احتمال تكون بعض ال... الأمور ناتجة منك أنت لم تسأل أنت لم تبحث فحينما يكون ال... الحكم قد صدر من المولى جاء به النبي صلى الله عليه واله ولكن نتيجه للكذابه لغير ذلك ونتيجه لاتباع الطريق الخاطئ لم يتبع طريق النبي صلى الله عليه واله فوقع في هذه الاخطاء فهنا هل يمكن لهذه الايه ان تكون مدافعه عن هذا الشخص؟ لا لانه هو الذي اختار هذا الطريق الله تبارك وتعالى انزل هذا البيان عن هذا الطريق ولكن بسبب خلل عند هذا الشخص لم يستطع أو لم يأخذ الطريق الصحيح عن الطريق الصحيح نحن لا يمكننا اذا لا يمكننا الاستفاده من هذا الاستدلال باعتبار نحن لا نريد هذه المسأله فإن الايه او الاستدلال اعم من المدعى الاستدلال يشير الى الصدور يعني احتمال يريد الاشاره الى صدور فاذا فاذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال لا يمكننا الاستدلال به فاذا خلاصه نقول ان ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المستدل يقول الرسول هو بمثابه المثال والمراد ان العذاب متوقف او العقاب متوقف على اي شيء على البيان ولم يبين لي فلا عقاب. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول يعترض على هذا الاستدلال بانه احنا عندنا نوعين، عندنا مره انه يصدر ولم يصلني ومره لا لم يصدر اصلا والمراد في هذه الايه على الثاني لا على الاول ونحن نريد للاستدلال على الاول يعني انه صدر ولم لي انا حتى لا اتحمل العقاب والعذاب. اما اذا لم يصدر اصلا فهذه هذه مسلمه عندنا. ثانيا ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وتقريب الاستدلال بالايه الكريمه انها تدل على ان الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول أولا يبعث الرسول يعطي للناس العلم ثم بعد ذلك يحاسب الله تبارك وتعالى ليس غايته من الخلق أن يعاقب حاشا لله الله أرأف رحيم رؤوف رحيم حكيم والحكيم لا يعاقب للعقاب لأنه لا يلتذ بالعقاب بل غايته أن يتكامل الإنسان وتكامل الإنسان متوقف على المعطيات التي تأتي من الوحي واستخدام العقل باستخدام الموضوع له فإذا وصل فإذا تمت هذه المسألة فإن الإنسان يتكامل أما الإنسان اللي يوصل الأحكام ولا يطيع هذه الأحكام فهذا معناه أنه يعصي الإله يقول وتقريب الاستدلال بالايه الكريمه انها تدل على ان الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول وليس الرسول الا كمثال للبيان، يعني الرسول مو هو الرسول بعينه ياتي، لا، بل بيان، واحد من البيانات هو الرسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسو... ال... البيان له عده مصادق، المصداق الواضح له هو الرسول، لذلك ذكره في الايه يعني هكذا المستدل يقول ولكن يراد منه شيء اخر وهو البيان، ولكن بما ان الرسول واضح فقد بينه باوضح مصادقه. فكانه قال تعالى هذا قول المستدل لا عقاب بلا بيان ويمكن الاعتراض هنا الرد ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بان غايه ما يقتضيه هذا الاستدلال ما هو غايه ما يقتضيه هو نفي العقاب في حاله عدم صدور البيان من الشارع هذا القدر المتيقن انه اذا لم يصدر بيان من الشارع فانه لا عقاب، هذا صحيح، لا في حالة صدوره وعدم وصوله الى المكلف. هذه المسألة لم يتحدث عنها لم تتحدث عنها هذه الآية. لأن الرسول إنما يؤخذ كمثال لصدور البيان من الشارع يعني حينما يقول ان الشارع قد ارسل هذا الرسول ف وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني حينما ناتي بهذا الرسول بعد يكون الحجه على الناس لان الرسول انما يؤخذ كمثال لصدور البيان من الشارع هذا مثال لا للوصول الفعلي إلى المكلف المهم أنه يصدر من الشارع وبمثابة لماذا ما هو ما هو دليلكم دليلنا هو قرينة الرسول لأن الرسول مو معنى ذلك أنه الرسول لازم يقف أمام كل واحد أمام بيته ويقول له فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء لا الرسول موجود فإذا احتجت إلى تكاليف أنت تذهب وتبحث عن هذا الرسول مو تنتظر الرسول يجيك للبيت ويقول لك افعل فلان شيء افعل فلان شيء افعل فلان شيء لا فل هو صدر من الشارع فالفيض موجود يحتاج إلى من يتقرب إلى ذلك الفيض وينتهي منه يحتاج إلى من يسأله ويأخذ الجواب منه زين وما نحن بصدده انما هو التامين من ناحيه تكليف لم يصل الينا بيانه حتى ولو كان هذا البيان قد صدر من الشارع يعني كلامنا نحن في هذه المساله هو انه التكليف حتى لو كان صدر من الشارع ولكن نريد انه لم يصل الينا فاذا لا بد ان تكون دلاله على البراءه فيما اذا شككنا في تكليف وكان محتمل الصدور هنا تدل اذا دلت على البراءه هذا الذي نريد لا انه تدل على البراءه في حاله عدم صدور التكليف هذه واضحه لا يحتاج الى استدلال. جيد اذا هذه الدليل الثاني او ما تمسك به المستدلون لاثبات البراءه الشرعيه الدليل الاخر من الايات المباركه ما استدل به هو قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية المباركة اللي هي من سورة الأنعام يقول أن الله تبارك وتعالى لقن النبي صلى الله عليه واله وبين له كيف تتحاجج مع اليهود، كيفيه محاججه مع اليهود. فاليهود عندهم بعض الاراء المختلفه حول المحرمات. فالله تبارك وتعالى بين للنبي صلى الله عليه واله انك تمسك بالوجدان يعني المستدل هكذا يقول أن النبي صلى الله عليه وآله تمسك بما يعلم تمسك بوجدانه تمسك بالمدخلات التي وصلت إليه فيقول قل لا أجد فيما أوحي إليه يعني أنا ما وجدانا ما أعرف شيء قد حرم علي إلا هذه الأمور المذكورة زين هذه المقدمة الأولى طبعا هذا استدلال يرد عليه السيد الشهيد برد واقعي لانه مره نتكلم عن الانسان العادي ومره نتكلم عن النبي، النبي حينما يتحاجج مع الناس وحينما يتحاجج مع اليهود باعتباره هو الرجل الموحى اليه من قبل السماء، النبي صلى الله عليه واله هو الذي يوحى اليه. فحي... فعدم وجدان النبي يختلف عن عدم وجداني عدم وجدان النبي هو عدم وجدان واقعي أما عدم وجداني عدم وجدان ظاهري ونحن كلامنا ليس فيما لم يخرج أصلا من الشارع لم يصدر أصلا من الشارع حتى نتمسك بهذا الاستدلال لانه هناك فرق فارق بين وجدان النبي ومن والائمه عليهم افضل الصلاه والسلام وبين وجداني انا فهؤلاء هم تعاليمهم عن ابائهم عن عن النبي عن جبرائيل عن الله تبارك وتعالى فالذي لم يجدوه فعلا هو غير موجود اما انا لا قد شيء لم اجده وهو يعني ما موجود عندي ما اعرفه ولكن هو موجود واقعا. سبب تقصيري في عدم معرفه هذا الامر. فاذا هناك فرق فارق بين وجدان النبي ووجداني انا ووجدان الناس. النبي يتكلم عن الوجدان الحقيقي. وانا اتكلم عن الوجدان الظاهري وفرق بين الوجدان الحقيقي والوجدان الظاهري، فكل ما لم يجده النبي هو واقعا غير موجود. اما الذي لم اجده انا فهو من قال بانه واقعا غير موجود، هذا اول الكلام، بل قد يكون موجود، قد يكون هذا الشيء موجودا ولكن لم يصلني. وكلامنا نحن لا نتحدث عن الوجدان الحقيقي الذي انزل على النبي صلى الله عليه واله بل على ما قد وصلني وما يمكن ان يصلني ولكنه لم يصل ومنها يعني الايه الثالثه التي يستدل بها لاي شيء لاثبات أن هذه لإثبات قاعدة القاعدة العملية الثانوية اللي هي البراءة الشرعية ومنها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الله تبارك وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وآله قل له قلهم قل لهم يا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قل لبني إسرائيل ماذا تقول لهم لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه كلها تفصيل لما وجده النبي، أصل الاستدلال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما هذا لحد الآن هذا المقام الاستدلال تقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن الله تعالى لقن نبيه صلى الله عليه وآله بين له يا محمد اللهم صل على محمد وال محمد انه كيف تتحاجج مع اليهود؟ كيفيه المحاجه مع اليهود فيما يرونه محرما لان اليهود عندهم بعض الامور التي ما انزل الله بها من سلطان ف النبي يريد الاشاره انه انا لا احرم بكيفي، انا احرم بحسب ما حرم الله تبارك وتعالى وهذا الذي الهمني الله او اعطانيه الله تبارك وتعالى في الوحي هو الواقع ونفس الامر. فيما يرونه محرما بان يتمسك او يتمسك يعني النبي يتمسك بعدم الوجدان. <applause> لانه النبي صلى الله عليه واله ما عنده الا علم. يعني لا يمكن ان يكون عند النبي شك او ظن او غير ذلك، فلا بد ان يكون كل ما حصل عليه هو من العلم. فيتمسك بعدم الوجدان. المستدل ماذا يقول؟ يقول وهذا يعني عدم الوجدان ظاهر في ان عدم الوجدان او هذا الاستدلال ظاهر في ان عدم الوجدان كاف للتامين. يعني ما دمت لا اعلم فانا غير معاقب، يعني انه لا عقاب بلا بيان، يقول هكذا ويرد عليه ان عدم وجدان النبي فيما اوحي اليه يساوق عدم الوجود الفعلي للحكم، النبي اذا يقول لا اعلم لا اعلم واقعا يعني لم يصدر من الشارع هذا الامر نحن ليس كلامنا عن النبي صلى الله عليه واله وعن علم علمه وعدم علمه لا لان علم النبي صلى الله عليه واله يختلف عن علمي فكيف استدل بعدم وجدان النبي على عدم وجداني ثانيا انه نحن نحن نريد ان نستدل بما بعد النبي يعني بالأمر بالأمور التي لم يكن النبي قد اطلع عليها أو علم بها لأنه النبي قوله وفعله وتقريره هو حجة فأنا لو كنت أعلم هذا من النبي صلى الله عليه وآله لم احتجت إلى هذا الاستدلال بل نقول بأن عدم وجدان النبي يختلف عن عدم وجداني وما نبحث به عن عدم وجداننا يعني نحن اما عدم وجدان النبي فهذا اشاره الى عدم الوجدان الواقعي فكيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلف المحتمل؟ هذا عدم وجدان المكلف منين جاي؟ المحتمل ان يكون بسبب ضياع النصوص الشرعيه فعدم وجدان النبي يساوق عدم الوجود الواقعي وعدم وجدان المكلف لا يساوق عدم الوجود الواقعي بل قد يكون ضاع النص قد يكون هو المكلف عنده تقصير في عدم تحصيل هذا النص قد يكون هناك كثير من الأمور التي قد تؤثر على هذا النص ولم يصل إلى المكلف إذن تبين لنا في هذا الدرس عندنا محاوله للاستدلال على القاعده العمليه الثانويه بآيتين، الايه الاولى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والاستدلال ان الرسول هو كدليل ومعنى ذلك اني لا اعذب حتى ابين فلا عقاب بلا بيان، واعترض على هذا الاستدلال انه نحن نتكلم عن اي شيء نتكلم عن صدور التكليف وعدم وصول إلينا وهذه الآية تثبت أنه في حالة عدم صدور التكليف هل هناك عقاب مع عدم صدور التكليف وقلنا هذا كلنا نعتقد به أنه ما دام لم يكن تكليف فلا عقاب وكلامنا ليس في هذا المقام بل كلامنا في صدور التكليف وعدم الوصول والآية والث... الثالث... الثانية في هذا الدرس والثالثة كلا هي قوله تعالى قل لا أجل فيما اوحي إليه فعدم وجدان النبي كاف في اي شيء هذا الاستدلال كاف في عدم العقاب على او عدم معاقبه المولى على اي شيء عدم الوجدان كاف في اي شيء في المحج في الحجيه انه التمسك عدم في عدم الوجدان انه عدم الوجدان كاف في التامين، يعني النبي يؤمن في عدم وجدانه، وقلنا بأن هذه المسألة هناك فرق بين عدم وجدان النبي وعدم وجداني انا، لماذا؟ لأن عدم وجدان النبي هذا عدم وجدان واقعي لهذا الحكم. اما عدم وجداني انا فهذا ليس عدم وجدان واقعي لانه قد يكون هذا التكليف وهذا الحكم قد صدر من الشارع ولكن لم استطع ان احصله بسبب تقصير مني بسبب تقصير من النصوص بسبب تقصير من الرواه بسبب عوامل مختلفه فلا يمكنني قياس عدم وجدان النبي على عدم وجداني فالقياس مع الفارق وفرق فارق بين وجدان النبي ووجداني وما نريده هو التامين على المكلف في حاله صدور هذا الفعل وعدم وصوله لي، لا انه في حالة عدم الصدور. وكذلك عندهم ادلة اخرى حول اي شيء في الايات المباركة التي يمكننا الاستدلال بها حول على اي شيء على هذه الاية على هذه القاعدة، القاعدة العملية الثانوية، ولكن لضيق الوقت لا يمكننا ان نكملها في هذه في هذا الدرس ويبقى الآيات الأخرى إن شاء الله على الدرس المقبل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وال محمد